صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. قد أوهنا آيات جلد الديار الخالية من أهلها يا مال الديار وماليا، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانيا كانت غياثا للمنوب، فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومغالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناغ يجاوب ناغيا. ورد الحسين إلى العراق وظنه يوم ترك النفاق، إذ العراق كما يا هي، ولقد دغوه للغنى فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داغيا. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى يا عطشا وغسل بالدماء القانية. تبكيك عيني لا يا لأجل مثوبتي، لا يا كنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، وما يا تبتل مني بالدموع القانية. أنست رزيتكم يوم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم لأنزلنا لفتحنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية القرآنية تتحدث عن موضوع في غاية الأهمية. الموضوع عبارة عن الربط بين القضايا التكوينية والقضايا التشريعية. بعض الأحيان نسمع بهذه المصطلحات عند علماء العقائد. هنا نريد نتحدث فقط للتوضيح شنو نعني بقضية تكوينية وشنو نعني بقضية تشريعية. كل شيء خارجي حواليك، من مأكل، من مسكن، من غيوم، من نجوم، من أرض، من سماء، يعني الأشياء اللي خارج الإنسان، هذه يسمونها قضايا تكوينية. أما القوانين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تسمى تشريعات، قضايا تشريعية. بعض الناس ما يؤمن بهذه القضية أن هنالك علاقة بين التشريع وبين التكوين، مو العلاقة التنظيمية أنه التشريع ينظم لك الأمور الخارجية، لا، أكو علاقة في الآثام، يعني إذا أخل الإنسان في شيء معين هذا الخلل قد يؤثر في حدث تكويني. قبل مشايخنا من يريدون يتحدثون مع الناس، الناس ما كانت مثل الآن كتب منتشرة وأنترنت ومعارف وعلوم وغيرها. شو يقول للناس؟ يقول له باباتي لا تكذب، لأنه أكو أثر وضعي للكذب، ولا تسرق لأن هنالك أثر وضعي للسرقة. هو شو يريد يقول؟ يريد يقول ترى إذا الإنسان إذا كذب، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا أحدث موبقة من الموبقات، هذه المسائل تؤدي إلى قضايا مثلا من النقم، من البلاء، من الزلازل، من غيرها، من مسائل عديدة. فكانوا يعبرون عنها، يقول ترى إلها أثر وضعي بهالبساطة هاي. لكنه هو الواقع أن هنالك علاقة بين القضايا التكوينية في العالم والقضايا التشريعية. الله سبحانه وتعالى عندما حرم هذه الأمور حرمها لكي يكون الإنسان في حياة وفي بيئة نظيفة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل يتحدث فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم. شوف البداية، يبتدئ بالذنوب التي تهتك العصم، لأنه العصم إذا هتكت الإنسان بعد ماكو فد حاجب يحجبه، ماكو فد مانع يمنع الإنسان، يبتدي الإنسان وين؟ يتجاوز على كثير من القضايا. ثم بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تنزل النقم، ثم بعد ذلك ينتقل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تغير النعم، ثم بعد ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تنزل البلاء، نقم، منع نعم، وتنزل البلاء، ثم اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تمنع الدعاء، حتى إذا دعوا لا يستجاب لهم. مو الخطبة مال الإمام سلام الله عليه، يقول إذا كثرت الذنوب
يصل هؤلاء الناس أنهم يدعون فلا يستجاب لهم. الإمام الحسين سلام الله عليه عندما يقف أمام جيش ابن زياد أول ما يتحدث معهم يقول: ويحكم، لقد ملأ الحرام بطونكم. الحرام صار ببطونكم. شايفين شلون يصف أمير المؤمنين الحرام، كيف يصف الشيطان؟ يقول: فجفخ ونفخ وباض في حجورهم، فأصبح ذلك اللسان الذي ينطقون به، والعين التي يرون بها، واليد التي يبطشون بها. منين جاية؟ جاية من الذنوب. الإنسان عندما يذنب مع الله سبحانه وتعالى يصل إلى هذه الدرجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى، لو تحضير، لو شوية بس تآمنون لفتحنا عليكم شنو؟ بركات من السماء والأرض. القرى هذه مو بالمعنى اللي هسه موجود، بالمعنى الأعم. المعنى الأعم من الشيء، دورات مثلا نقول الإسلام بالمعنى الخاص، إسلام اللي هذا شروطه وعقوده وما شابه ذلك. أكو إسلام بالمعنى الأخص اللي هو الإيمان، التدين، الولاية. إيمان أو إسلام بمعنى أعم، بمعنى عام وبمعنى أعم، اللي هو أعم الأشياء، اللي هو يشمل الطبيعة والتكوين الإسلامي في كل الأديان. هنا عندما نأتي إلى القرية في معناها الأعم، تشمل أعم من أنه يكون هذه القرية. شلون يقولون أهل الأصول: أراد الخاص، أخذ الخاص وأراد به العام. أخذ لفظة قرية وهو يريد تلك البلدان والشعوب والناس والقرى والعشائر وكذلك الأقوام، جميعها يريدها الله سبحانه وتعالى بهذه اللفظة عندما قال قرية. ولا ليس من المعقول أنه الإسلام عالمي بهذا المستوى من العالمية وهو ينظر إلى القرية، هاي القرية اللي هي يسمونها فيليج، لا، يريد أنه القرية بمفهومها العام اللي تشمل البشر وكيف أنه هؤلاء الناس يتعاملون. فجاءت هذه الآية الكريمة لتحدد هذه القضية، تقول أنه هنالك تشريعات لله سبحانه وتعالى. فأنت يا إنسان لديك تلك التشريعات، إذا اتبعت تلك التشريعات في بعض الأحيان أكو تشريعات خاصة لك، كأنه الإنسان يصلي، يصوم، لا يكذب، هذه تشريعات خاصة له، آثارها هم خاصة له. أكو لا والله بعض التشريعات عامة للأمم، الأمم إذا ما أخذت على عاتقها أنه تتعامل مع هذه التشريعات، البلاء سوف يحل على هذه الأمة بأكملها. إذن هنا أنا شو أريد نحقق؟ سأنت لو تصفن شوية تقول كأنما تريد تقول أكو سنة قرآنية الله سبحانه وتعالى يريد أن يضعها للبشر. إيه نعم، قاعدة قرآنية، سنة قرآنية، سميها ما سميت، هذه القاعدة ثابتة الآن تثبت. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله، بالله وراها شنو؟ فأذاقهم الله لباس الجوع أو الجوع والخوف جزاء بما كانوا يصنعون. شنو الصنيعة مالتهم؟ الله سبحانه وتعالى جازاهم. هذه القرية اللي كانت مطمئنة، هذه القرية اللي كانت ثابتة، هذه القرية التي كانت مؤمنة، عندما غيرت الاتجاه مالتها بدت لا، صارت قرية فاسقة، قرية لا تعني بالأمور الشرعية، قرية ترتكب الموبقات، قرية ترتكب الآثام. الله سبحانه وتعالى غير منهجية هذه القرية.
بدل من أنه الشبع والحياة حياة الرفاه التي كانت لديهم أصبح هنالك جوع، بدل من الأمان والاطمئنان والاستقرار صار هنالك خوف، الناس خايفين. منين إجا هذا الخوف؟ إجا من تصرفاتهم، من الأشياء اللي يرتكبونها هم. ولذلك تشوف أنه بعض الناس عندما غيروا مناهج حياتهم تغيرت أوضاعهم كلها. هسه على مستوى أنا عراقي أتحدث، أنا لحقت على بعض المناطق في العراق أنه في وقت أذان الظهر إذا أذن المؤذن في الظهيرة الناس تترك الدكاكين وتذهب إلى المساجد، دكاكين مفتوحة. اللي هسه الصورة في بالي، الإشارة الوحيدة أنه أبو الدكان ما يريد يبيع يخلي له تشرشف على البضاعة مالته. تشرشف يعني ما أدري شو يسمونه، تشرشف غطى، يشيل هذا التشرشف ويذبه على البضاعة مالته. الناس تفتهم أنه هذا الإنسان راح للصلاة، خلص وقت الصلاة رجع أصلا لقى الوضعية تمام. وليها سأتذكر ابتدت الحرب العراقية الإيرانية وإذا شردوا الناس من كل أماكن يهربون ويجون إلى من منطقة إلى منطقة أخرى. هذولي أكو عندنا منطقة ما شايفين هاي الوضعية، هذا مسكين هم ذب الشرشف وراح، دولي إجوا وأخذوا ما تحت الشرشف وشردوا. صارت الناس الآن وصل الوضع أنه قفل وسرقي وحاط له سرقي بالباب وحاط له قفل بالباب وحاط له سلسلة بالباب وحاط له حارس بالباب والشرطة فوقها وينسرق. زين هذه شلون تجري؟ هذه غير وضعية صارت، هذه وضعية خارجة عن الحالة الطبيعية. هذا الوضع كيف وصلت له بلاد المسلمين اللي المفروض هم أول البلدان أمانا في العالم، لأنه التشريعات الإسلامية اللي نلهج بها ليل مع نهار هي اللي تضمن حياة الاستقرار وحياة الطمأنينة. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل. الرازي يقول أنه في بعض الأحيان المثل يؤثر في المستمع أكثر مما يؤثره الشيء في نفسه. الشيء تتطلع عليه ليل مع نهار ما عندك فد انتباه إليه، لكنه يجي لك واحد يخليه مثال لشيء آخر. عجيب، ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة مستقرها، هو عايش بيها ما يفتهم هذه القضية، لكنه من تروح وتصير مثال لشيء مثالي لا، يصير أثرها في النفس كبير جدا. الآن الشجرة تمر عليها ليل مع نهار، رايح راد، يجي واحد يوصفها فد وصف ومثال وكذا، هاي يغير معالم الشجرة عندك. معالم الشجرة تتغير عندك، تقول الله هذا شلون وصف جميل للشجرة، صحيح أنه هذه الأوراق والخريف يقع كذا الأوراق من عندها وفي الربيع تخضر وغيرها من المسائل. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه أمثال قرآنية وجعل قواعد قرآنية، لكن الناس ما تنتبه على هذه القضايا. الناس الآن البشر يعيشون في هذه العالم، في عالم الدنيا، وتشوف بعض البلدان على تصرفاتها كيف أنهكت الدولة اللي هي عايشين بيها. هذه نيجيريا من أغنى دول العالم، إيش قد نسبة بالله الفقر بنيجيريا؟ 50% دون مستوى الفقر، والنوبي يلحقها يقول 20% فقر، يبقى 30% حرامية. زين هذا فد مستوى عالي. زين تجي سدس أهل الأرض دون مستوى الفقر، هذه أكو عندهم يقولون في أفريقيا، أعتقد بروراليون مدينة أو دولة، هذه كانت تحوي على مزارع. المزارع شنو كان بها؟ بها أشجار، هذه الأشجار تنتج الزيت.
الزيت اللي تنتجه هذه الأشجار اكتشفوا أنه أسلم زيت للبشرة الإنسانية. اشتغلت يا شركات، شركات المكياج، هذه الشركات اللي صورها كلها تعري وما شابه ذلك، يطلعون المرأة بجماليتها الطبيعية، سودنوها علينا وخلوها ما أدري شو تحط، هذه الصبغ الأحمر الأخضر ما أدري إيش، وتشوف أنه هذه الدولة قد قطعت أشجارها جميعا. الآن أشبه بصحراء قاحلة، صحراء قاحلة. من اللي هدم هذه الدولة؟ أبناء هذه الدولة هدموها. اللي هدم العراق منو هدمه؟ أبناء العراق هدموا. اللي هدم لبنان أبناء لبنان هدموا. فمثل هيك حالات تشوفها موجودة. الإنسان ما يراعي هاي أمانة الله سبحانه وتعالى في الأرض، أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. دول الناس لو أنه يعيشون بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، تشوف الآن يهتمون بمدينة تصرف هذه المدينة أكثر مصروفات المياه في العالم، يعني تستهلك أكثر نسبة مياه في العالم. وين هاي المدينة؟ وشنو هاي المدينة؟ مدينة ملاهي في صحراء الولايات المتحدة الأمريكية اسمها لاس فيغاس، تستهلك أكثر نسبة مياه في العالم. والآن تشوف أكو مناطق زراعية يقطعون من عندها المياه، يقطع من عندها المياه، والآن المناطق الزراعية الإحصائية الأخيرة مع الأمم المتحدة تقول 1,000,000 مهاجر من المناطق الزراعية أسبوعياً في العالم، 1,000,000 فلاح يهاجر من المناطق الزراعية في الوقت الذي نفسها إحصائية الأمم المتحدة تقول أنه كل إنسان يحتاج إلى 15 شجرة، ويحتاج إلى أنه تكون 30% من المدينة مزروعة، والبيت اللي يعيش به يكون 20% من عنده يكون مزروع. زين أنتوا إذا تقدمون هيك إحصائيات إلى العالم، خو قدموا فتح حلول إلى هذه القضايا اللي تحدث. لكن هو البشر في بعض الأحيان، البشر ما يعتني بنفسه. تشوف هنا في هذه الدول الآن قاعد يعملون بالحرص الشديد على كل قطرة ماء تسقط، كل قطرة ماء تسقط، يعني بحيث الآن هذه زراعة التقطير وغيرها وهذه القضايا، هذه مسائل مهمة الإنسان ما ينتبه، الإنسان المسلم أنا قصدي ما ينتبه عليها. رز، عندنا جماعتنا بالعراق يزرعون الرز، الرز في العراق يكلف كل كيلو واحد يكلف 3,000 لتر من الماء، 3,000 لتر من الماء، بينما هنا فد نسب قليلة من المياه، فد رقم ما يصدق 3,000 لتر. الآن فد شيء عجيب، بس لأنه كانت عندنا المياه جارية احنا ما ننتبه إلى هذه القضية. الآن من حاصرونا وقطعوا المياه عن البلاد المسلمة وقاطعين نهر العاص من صفحة ودجلة من صفحة والفرات من صفحة وما أدريان شط بعد من صفحة، وقامت الدول الإسلامية وحدة تذب مزابلها على الثاني، صرنا شنو؟ صرنا ننتبه أنه هذا الماء هو فد شيء مهم، فد مورد طبيعي مهم. على كل حال، فإذا هنالك أهمية كبيرة، لو أنه الإنسان يهتم بهذه القضايا، ذلك الإنسان المسلم يهتم في هذه القضايا، لكان الله سبحانه وتعالى جعل الخير، لأنه القضية سببية، قضية يعني أنه لابد من وجود مسببات حتى أنه الإنسان يعيش برفاهية تامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، كذب الإنسان دائما هذا ديدنا الكذب، وهذا الكذب فد آفة كبيرة. طبعا
اكو فد قضية مهمة لعله ما انتبهنا لها. كلمة آمنوا في الآية الكريمة عندما يقول آمنوا واتقوا، الإيمان لا يعتقد أنه فقط هو الصلاة والصيام. أكو إيمان، إيمان عملي، الإنسان يكون في عمله كذلك. لأنه لو كانت القضية صلاة وصيام فقط لما ألحقت كلمة آمنوا بواتقوا، لأنه الصلاة والصيام والعبادة وغيرها هي علامات التقوى اللي تبني الإنسان داخليا. لكنه هنالك قضية أخرى، هذا الإيمان، الإنسان في بعض الأحيان تلقاه مؤمن، مؤمن وين؟ مؤمن مع نفسه فقط، لكنه مع الله ومع الآخرين وغيرها تلقاه لا، بعيد عن الإيمان. شنو فائدة صلاة الإنسان وصيام الإنسان وهو مصدر من مصادر البلاء على الأمة؟ والله شنو أنه صلى لك كم ركعة؟ لا يابا مشكور، لا تصلي إذا هيك أنت حياتك كلها بلاء وهاي، من أجل أنه أنت صليت لك كم ركعة، صليت لك كم صلاة، فكف نشر صلاتك وبطلها، شوف لك فد شيء ثاني، شوف لك دين آخر. الإنسان اللي يريده الله سبحانه وتعالى عامل. أبو ريم تتذكرون عليه، أبو ريم الآن يشتغل في شركة النفط، الرجل يعمل ورجل مؤمن، هو يعمل بطريقة يعني عجيب، هذا الرجل بإخلاص كامل مخلص في عمله. يقول لي شيخنا أوقف على العمل من الساعة 7 صباحاً إلى المساء، أستمر أنا في عملي. يقول بعض العمال يجوا لي يقولوا لي أنت مجنون، اقعد شوي ارتاح، متنا من عندك، أنه أنت شنو هالشغل هذا؟ يابا مو صحيح هذه القضية. الإنسان هنا تشوفه في الغرب يقف على الماكينة أو يقف ليعمل من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً. هسه ما نريدها بهالمستوى هذا اللي تذهب إنسانية الإنسان، لكن الدليل على القضية أنه هذا إنسان مخلص في عمله. زين هذه البلدان كيف تتطور؟ كيف هذا احنا كيف ننشد التطور إذا ما يوجد إخلاص في العمل؟ فكثير من الناس تتذمر من هذه المسألة. فلذلك أقول أكو فرق كبير بين الإيمان وبين التقوى التي يريد، أو هنالك فرق كبير بين الإيمان بالفهم الساذج والإيمان بالفهم الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولكن كذبوا الناس، عندما تكذب، عندما تغير مناهجها، عندما تغير الأمانات، الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم ذلك. كذب الثمود وعاد بمن بالقارعة، البيانات التي جاءت من الله سبحانه وتعالى كذبوها، فأحل الله عليهم شنو؟ العذاب. عندما تلاحظ في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الإسلامي أكو مصائب جرت عديدة على المسلمين. أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وريث تلك المعاناة، وفعلا ورث معاناة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبيرة. الإمام سلام الله عليه في واقعة صفين، هذه الواقعة المشهودة عندكم، الإمام عندما وقف أمام هذا الجمع الهائل، الجمع شنو كانوا يريدون؟ يريدون أنه الإمام يوافق على قضية أنه التحاكم إلى القوم، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. الإمام سلام الله عليه كان يتحدث معهم يقول أنه لا تنازل عن هذا الأمر، وأن هذه القرائن التي رفعت هذه أكذوبة مو حقيقية. هاي المسألة أنت تشوف بعض الناس يدافعون عن معاوية بن أبي سفيان. الآن خلنا ننشد أي عاقل، أي إنسان عنده لب، نسأله نقول له يابا
أنت دخلت إلى مكان معين وأكو شخص من الأشخاص قتل في ذلك المكان وتسبب في قتل 70,000 إنسان، مو هذا الرقم؟ عدد الذين قتلوا في صفين 70,000، يعني بالضبط نفس العدد الذي قتل في قنبلة نووية في ناغازاكي، مو هيروشيمو ناغازاكي، فقط ناغازاكي 70,000 إنسان قتل في ناغازاكي. معاوية القنبلة النووية الإسلامية اللي قتل ما يقارب من 70,000 إنسان في الدولة الإسلامية، هذا معاوية هو نفس القاتل ل70,000 مخلوق ل70,000 إنسان، هذا هو نفس معاوية بمشورة عمرو بن العاص يرفع المصاحف بوجه من؟ بوجه علي بن أبي طالب. عجيب، أمام علي بن أبي طالب ترفع المصاحف، هذه أكذوبة، أكذوبة لابد أنه تكون واضحة، لكنه للأسف الناس غير مقتنعة بهذه المسألة. الناس تقول لك وإلى الآن لا تعتقد أنه مشهد تاريخي حدث في فترة معينة وانتهى هذا الحدث التاريخي، لا، الآن إذا تتحدث مع واحد من الإخوان، هذه شوفوها الطفلة خطية، شوفوها، صلوا على محمد وآل محمد. فهذا الحدث التاريخي إلى الآن تشوف هنالك من يدافع عن هذه القضية، يدافع عن معاوية ويسميه خال المسلمين ويقول لك أنه تحاكموا إلى علي بن أبي طالب، لكنه أمير المؤمنين ما عرف شلون يتحاكم وياهم وما عرف أنه شلون يتصرف في تلك الفترة، بينما الإمام سلام الله عليه، الإمام وجه لهم الخطاب، خطاب الإمام قال: ويحكم إنكم تعلمون أني أحق بكتاب الله من غيري، وأن معاوية وعمر بن العاص وابن أبي سرح وابن أبي معيط هؤلاء لا دين لهم ولا قرآن، ما عندهم دين، هذا رفع المصاحف فدكذوبة قدموها لكم، وإني صحبتهم صغارا وصحبتهم كبارا فكانوا شر الأطفال وشر الكبار وعوها ولكنهم لا يعملون بها، إنما هي كلمة منهم أرادوا بها تخريب الأمة، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. الإمام لا يطاع في هذه المسألة، شو يريد يسوي لهم؟ الإمام حتى في قضية أنه عندما تنازل وقال أنه يا بن ما يخالف خلنا ندزلنا جماعة أنه يتحدثون معاهم، لكنه الجماعة من ذول اللي يتحدثون معاهم؟ خلوا ابن عباس يتحدث معاهم. إيش قال له للإمام؟ قال له لا، هذا ابن عباس أنت، وأنت ابن عباس نفس الشيء، يعني أنت ما باعث لنا فت شخص واحد آخر، لا، إحنا نريد شخص غيرك. هذه الآن نفس الصراع، من تجيب له وزير محترم، تجيب له إنسان قادر على إدارة الأمور، تجيب له إنسان قادر على إدارة أجهزة أمنية من أجل سلامة الناس، الطرف المقابل شو يقول لك؟ يقول لك لا إحنا ما نريد، هذا يمثل حزبك ويمثل جهتك ويمثل كذا، ولا هو مو هيك يريد، هو لا يريد الحق أن يأخذ مساره، ما يريد هذه القضية تأخذ مسارها، بل يشوش على كثير من القضايا، ولذلك تشوف حتى الإعلام أصبح إعلام مشوش، ما بي إنصاف، ما بي فتحالة من الوضوح في كثير من القضايا. فعندما طلب الإمام سلام الله عليه أنه يوضع ابن عباس بدلا عنه في التحكيم مع عمرو بن العاص، قالوا لا ما نريد ابن عباس، قال لهم مالك بن الأشتر، قالوا لا مالك هذا الرجل بيننا وبينه ثأر، لأن الرجل وصل أنه يقتل معاوية إلا شوية، زين منو تريدون؟ قالوا احنا نريد أبو موسى الأشعري، أذكياء
أهل الحيلة دائما أذكياء، اختاروا الشخصية المناسبة لهم. أبو موسى الأشعري فد واحد نفاخة، شقد ما تنفخة يكبر، شقد ما تنفخة. ليش؟ لأنه أبو موسى الأشعري الرجل أول ما وجهوا له الحديث، شقال له عمر بن العاص وقف يمه في أثناء قبل لا تحدث هذه القضية، قضية التنصيب، قال له: يا أبا محمد، أنت شيخ أصحاب محمد، أنت الشيخ مالتهم أصحاب محمد، أنت شيخهم الآن اللي على قيد الحياة، فاعمل بما تراه صالحا لهذه الأمة. شوف شنو الصلاح لهذه الأمة، أنت أعمل بها. بعد أنت ما إلك علاقة باللي موجودين حوالينا، دولي هم الموجودين حوالينا أبو موسى الأشعري اللي راحوا قسم من عندهم يعلمون الحق، وقسم من عندهم لا، مغفلين كذلك. عندما انطلق هذا الرجل قالوا له: يا أبا محمد تمهل قليلا، خلينا نشوف أنت ليش أنت تصعد على المنبر أول شيء، خلي هو هذا الرجل اللي جايبك خليه هو يصعد على المنبر، خلينا نسمع شنو يتحدث، خلينا نشوف شنو هذا ماذا يريد. ثم بعد ذلك، لكن الرجل قد غرر، وهذه مسألة خطيرة، الإنسان يكون لا تغر في الأشياء الغرور، الإنسان يكون يصير صاحب حكمة، صاحب عقل، صاحب عصامية. لكنه للأسف بس مجرد أنه هذا قال له أنت شيخ أصحاب محمد، هذا انتهب، قام بعد ما يسمع لا يمين ولا يسار، صار هو أفضل أصحاب محمد وانتهت، صعد فتنازل عن الإمام سلام الله عليه. هذا منين جرى؟ جرى من تصرفات الأمة. هذه المهانة، المهزلة التي حدثت في الأمة في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، زمن سيد الوصيين، قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه كلها الكلمات ما كنتم تسمعونها: علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي، هذه الكلمات ما كنتم تسمعونها؟ إلى أن وصلت القضية إلى وين؟ إلى أحداث اللي جرت في النخيب أو النخيلة، وهزيمة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، وتسلط معاوية على مقدرات الناس. ثم بعد ذلك وصلت المسألة إلى التجزير، بحيث أنه القتلى الذين وقعوا على عرصة كربلاء مجزرين كالأضاحي. شلون الأضاحي مقطعة؟ تقطع رؤوسهم. في عرصة كربلاء جرى هذا الأمر. شلون وصلت الأمة إلى هذه المعاناة؟ وصلت الأمة من آثامها، من ذنوبها، من خروجها عن طريق الحق، من خروجها عن طريق الشريعة. وإلا أنت تجي تنظر إلى هذا التاريخ، تاريخ ببعض الأحيان ما أدري شلون واحد يقرأ. هسا أنا أقرأ، أنا شيعي، ولعله عندما أقرأ أنه حز رأس الحسين سلام الله عليه أتألم، أتفاعل ويا القضية. زين أنت الطرف الآخر الآن، إذا تجيب لك واحد هندي، تجيب لك واحد باكستاني، تجيب لك واحد بوذي، تجيب لك واحد هندوسي، شو ياهو يمسك هذه القصة يتأثر بها؟ زين أنت يا المسلم ليش ما تتأثر بهذه القصة؟ الرواية ضعيفة؟ لا، الرواية متواترة. الحدث حدث بشخصية عابرة؟ لو حدث بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، الحدث بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على محمد وآله وسلم. شنو الداعي إلى أنه النفوس وصلت إلى هذا النوع من الجحود؟ المعطيات غريبة، هذا التزوير التاريخي، الكذب الذي جرى، وين وصل الناس؟ الآن أنت إذا تمسك لك حيوان جل السامع، الله سبحانه وتعالى حلل لك ذبحة وأكل هذا الحيوان،
أنا عهدك أنه الآن إذا أجيب لي خروف، هنا أجيبه هسه، أجيب لي خروف وأمسك سكينة وأقول لكم واحد واحد تعالوا ذبحوا لي هذا الخروف، يجوز إذا طلع من عندكم اثنين يقدرون يذبحونه كل الزين، البقية يقول لك أنا ما أقدر هذا الخروف، ما أطيق أنه أذبح لي خروف، وأنا شايفها عند الناس دجاجة ما يقدر يذبح دجاجة، قل له يا أبا أذبح لنا دجاجة على مود تصير حلال، يقول لك ما أنا خلنا أصير فيجيتيريانز ولا أنه أذبح لي دجاج. ليش؟ لأنه القضية صعبة. لكن هذا عندما المسلم ائتلف القضية أنه يقلب التاريخ ويرى الحسين قد حز رأسه وكأنما المسألة طبيعية، ولا كأنه تحز في خاطره، ولا كأنه هذا مسلم ودم المسلم وماله وعرضه حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وين راحت العدالة؟ العدالة اللي عند الناس. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أهل العدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا لقصاص عادل في الأرض خير من مطر 40 صباح. الإنسان في عدالته إذا حقق العدالة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، يكون أفضل من أنه لو 40 صباح تمطر السماء على الأرض. لكن هذه العدالة مرفوعة من نفوسهم، رفعت هذه العدالة، الله أكبر، أشوف أنه قتل الناس كلش طبيعي على الطائفية على التشيع على الرافضية على غيرها. الآن شنو ذنب هذا الشباب في العوامية وغيرها وما شابه ذلك وفي القطيف؟ والله شنو يريدون يحققون فت قضية معتقدهم، يا أخوان معتقدهم. هسا أنت مشي القضية، مشي القضية عادي، اتركها على لاهيتها، ترى ماكو مسالمين أكثر من الشيعة. الآن شوف الشيعة في كل أماكن الأرض، ما أكو أكثر من عندهم مسالمين، ما عندهم ظهرة فد بوادر إجرامية. البوادر الإجرامية اللي يشوفها عند أتباع آل أمية الناس، وأنا ما أعني أهل السنة، لا، أهل السنة بريئين، ترى أكو أصناف تدعي أنها من أهل السنة وأهل السنة بريئين من عندهم. لا يروح بالكم أنه هذا حديثي على أهل السنة، لا. على كل حال، فذولي يقرون التاريخ بطريقة غريبة، يمر عليه التاريخ بشكل إجرامي، هو مجرم حتى في قراءته. الآن عندما تريد تذبح لك هذه الذبيحة تذبحها من الأمام، ليش يا أبا تذبحها من الأمام؟ يقول لك من أجل أنه هذه الذبيحة خاطر أنه تنقطع أوداجها، وإذا انقطعت أوداجها يتخدر الدماغ، يتخدر الجسد، وتصير الذباحة مريحة لذلك الحيوان، وهو حيوان. يجي هذا الشمر بن ذي الجوشن يجثو على الحسين سلام الله عليه ويقطع رأس الحسين من قفا، أي إجرام هذا؟ يقول لك يقطع رأس الحسين من قفا، وهذه شنو هذا الإجرام اللي يوصل به الإنسان إلى هذا المستوى؟ ثم بعد ذلك يأخذون 10 من الفرسان من الخيل بفرسانها ويأتون ليدوسوا على صدر الحسين. هذا الإجرام اللي حدث في ذلك التاريخ، وحيث سنابك خيل الطغاة جابت عليه ولم يضرعيه، لكنه سلام الله عليك يا فاطمة لو كنت في عرصة كربلاء، لو أنه رأيت ذلك الرأس الذي حز وذلك الصدر الذي جابت عليه الخيول، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي
ظل لطمت الخد فاطم غنده ولا جريت دم غلغان بالغبرات يا فاطم يا ابنة الخير قومي واندبيها. أي ندب كانت تندب؟ يوصف الشاعر ذلك الوصف. أنا الوالد والقلب له فان ودوار غزب وين ما كان جسم طريح ما له جفان ودار يا تقاليه الخيل ميدايان. انا الوالد المذبوح بالهم طول الدهايار ماتش الحزن مصيبه ويشيب الطفل منهم يا سبعين جثه بدور ايار كانها يا مايا بالمغركة ما حد فنهم يا هوين اليواسين يا شيغم غل أحسي يا وولادة ورضيغة وبن والدة يا بغين الطليقة أبو فاضل جفوفة قطيقة. يقولون زينب عليها السلام عندما دخلت إلى المدينة زارت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذهبت إلى قبر أمها فاطمة كأني بها جيت يا يما بخبر يا هذيك من كربلاء يا وذكرى ذيك وغن الضلغ والغين نسيك من احكي لك تفصيل ما ابيك سمعيني وبروحك اوصيك جايتك بخوي حسين اغزيك هذا نجايتك يزكي يا غودت مين الغاضرية يا جتك أنا اجدك بالغلاية يا جمعت اغلينا اغلو جمعية وراحت هلي كلها يا من دايا حنت فلم ترى مثلهن نوائحهم إذ ليس مثل فقيدهن فقيدهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعفو عنا وقنا عذابك يا الله. لا تبقي لنا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. شاف اللهم مرضانا ارحم أمواتنا الأخوة الحاضرين الأخوة المؤسسين. تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك يا الله. وإلى أمات المؤمنين والمؤمنات
من مات على الإيمان موتاكم جميعا أخوتي. وإلى روح سماحة الشيخ الصيمري، إلى علمائنا وخدام الحسين، وإلى أرواح من كان معنا في هذه الحسينية وفي هذه الجالية من أخوتنا جميعا، وإلى شهدائنا وعلمائنا من لهم حق علينا. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.